معانا دلوقتي تليفون من الدكتور اسحاق بندري المترجم والباحث في الادب العالمي اللي هنتكلم معاه عن فوز الكاتب النرويجي يون فوسيه بجائزه نوبل للادب لعام 2023. وطبعا تعتبر جائزه نوبل للادب هي حلم كل كاتب واديب وحدث مهم جدا كان لازم نقف عنده. اهلا بحضرتك استاذ اسحاق. اهلا بحضرتك استاذه رانيا. اهلا بحضرتك. مساء الخير ومنورنا عن طريق التليفون في استوديو يحكى انا. اتشرفت بحضرتك وبكل المشاهدين. اعلنت الاكاديميه السويديه الحقيقه عن فوز الكاتب النرويجي يون فوسيه بجائزه نوبل للادب لعام 2023. احب اعرف من حضرتك طبعا ليه نوبل السنه دي فاز بيها كاتب نرويجي وليه هو تحديدا من وجهه نظر حضرتك؟ طيب في البدايه عايز اوضح لحضرتك انه جائزه نوبل عموما في كل سنه دائما ما تذهب الى يعني الشخص غير المتوقع، بيكون دائما في اطار من التكهنات والتوقعات زي ما بنشوف على الصحف والمجلات الادبيه وزي ما بيهتم كل القراء وقوات حتى الجروبات القراء على العالم الاذواق الافتراضي. فكل سنة بتكون في دايرة كبيرة من التوقعات، لكن دائما ما تخيب الأكاديمية السويدية هذه التوقعات تذهب إلى آخر حد ممكن نكون متوقعينه، رغم أن حد ممكن يكون مشهور وعليه دائرة من الضوء ومعروف ومترجم للغات كثيرة جدا. يعني دائما بنلاقي التوقعات تذهب إلى مارجريت أتوود، إلى هاروكي موراكامي وآخرين، أو زي ما كان الكثير بيتمنوا فوز ميلان كونديرا مثلا. لكن مثلا بنلاقي استفادت كانت اني ارنو كاسم مهم طبعا، لكن ما كانتش متوقعه. وبنفس الشان برضه السنه دي ذهبت الى يون فوستا، وهو رجل برضه مهم وكان في توقعات وفي تكهنات بانه اسمه من ضمن الاسماء المدرجه للفوز بجائزه نوبل، لكن هو ما كانش اكتر حد متوقع في وسط كل هذه الاسامي. فدايما الاكاديميه السويديه بتذهب الى غير المتوقع دائما. جميل جميل، ودايما عنصر المفاجاه بيكون الحقيقه في يعني جذب كمان ومتعه للي بينتظر، ودايما نتيجه الجائزه، وده اللي حضرتك عايز تقوله انه دايما جائزه نوبل بتتمتع بعنصر المفاجاه. بالضبط.